هنتكلم على الخطر طيب. الشيعي، لكن سؤال اخير واعتقد حضرتك كنت حاضر كثير من تفاصيله، هل بالفعل استقال الاخضر الابراهيمي؟ وده بعيد شويه بس انا عارفه ان حضرتك كنت موجود. شوفي انا هقول لك حاجه، انا بعتقد انه اذا لم يكن الاستاذ الاخضر الابراهيمي قد استقال فانا اظن انه في طريقه الى الاستقاله، واظن انه بيؤجل اعلان موقفه النهائي الى ان يذهب لمجلس الامن ويتكلم هناك. وهنا انا بعتقد انه ده مساله لابد ان تلفت نظرك، لماذا فشل كل الوسطاء في القضيه السوريه؟ لماذا فشل محمد الدابي، الفريق محمد الدابي؟ افتكري انه اول مراقب سوداني احنا خدناه كان سوداني، فريق سوداني، واخترناه وقلنا راجل كويس قوي، وراح ثم وجد نفسه امام مهمه مستحيله واضطر ان يقدم استقالته ومشي. وبعدين جاء كوفي عنان، وكوفي عنان دخل وبحث وانشأ مكتبا في جنيف وراح كذا مره وقابل كل الاطراف، ثم وجد نفسه مضطرا الى ان يمشي. ثم جاء الأخضر الإبراهيمي ووجد أن المهمة مستحيلة، ووقع الأمر أن المهمة مستحيلة لعدة أسباب. أولا أنه هناك سلاح يتدفق من خارج سوريا على سوريا بلا حدود، هناك حملة إعلانية إعلامية لا حدود لها على الوضع في سوريا، وأنا ما بدافعش على الوضع في سوريا، سيء جدا النظام في سوريا، لكنه أنا بقول إنه هذه عملية في جزء كبير جدا منها، في جزء كبير جدا منها تدار وتقاتل من الخارج. وأظن إنه المشكلة اللي واجهها كل المبعوثين الدوليين هو إنه المسؤولية ليست فقط على الحكومة ولكنها فقط أيضا على المعارضة. وهنا الدول المساندة اللي من خارج المعركة أو من بعيد، سواء اللي بتمول أو اللي بتبعت سلاح أو اللي بتتصرف بشكل أو آخر، أظن أنها جميعا رافضة. فأنت لا عاوزين نحل ولا بنمكن من حل ونزيد الأمور اشتعالا. يعني الأخضر الإبراهيمي أنا أعرف أنه رأى أنه قرار إعطاء سوريا مجلس، قرار إعطاء المعارضة مجلس مقعد سوريا في الجامعة العربية، اعتبره بمثابة قرار تجاه الحرب وليس قرار لحل سلمي. آخر مرة أنا شفته فيها، أنا بعتقد أن أنا شفته قدامي رجل متأزم، ويومها يوم ما شفته آخر مرة هو كان موجود في مصر، رئيس المجلس، رئيس جبهة المجلس الوطني، المجلس الوطني، وكان راجل مستقيل مش عاوز يروح مؤتمر القمة، معاذ الخطيب، مش عاوز يروح، معاذ الخطيب ما كانش عايز يروح الدوحة، وراح في آخر لحظة مضطرا. والأخضر الإبراهيمي وهو كان مفروض يتكلم قدام مؤتمر القمة ما راحش، وفضل انه يروح يتكلم في مجلس امن. وانا اظن، مش عاوز احرجه في حاجة، لكن انا اظن انه هو ايضا وجد انه امام مهمة مستحيلة.